Anti-money laundering law. وش يعني money laundering؟ money laundering هو غسيل الأموال. غسيل الأموال معناه تحويل كميات كبيرة من الأموال اللي يتم الحصول عليها بطريقة غير قانونية، طريقة غير شرعية، إلى أموال قابلة للاستخدام بشكل قانوني. يعني كأنها طريقة تستخدم لإخفاء وتغطية المصدر الغير قانوني اللي جت منه هذه الأموال، وبعدين استثمارها في نشاطات ومشروعات قانونية. طيب، يعني مثلا نفس مثلا واحد اشترى مثلا 50,000 صندوق من التفاح، بيع التفاح شيء قانوني، لكن هو من وين جاب 50,000 صندوق؟ جابهم من بيع المخدرات، من المتاجرة بالمخدرات. فهنا هو حول الأموال الغير قانونية إلى أموال كأنها أموال قانونية. Funds appear as if they were from a legitimate source. الأموال هذه أمواله كأنها جت من مصدر مشروع، لكنها في الواقع مصدرها غير مشروع. طيب، مين الشخص اللي نقدر نتهمه بجريمة غسيل الأموال؟ أي شخص carry out any transaction involving funds or proceeds knowing that they are derived from criminal activities. أي شخص يتعامل بصفقات يدري إن مصدرها من وين جاء، from criminal activity، من نشاط إجرامي أو غير قانوني. أي شخص يوصل أو يستخدم أو يحفظ أموال معينة أو يوصلها وهو يدري إن هذه الأموال جاية من مصدر غير قانوني. يعني مثلا لو محمد شرى من أمواله الغير قانونية 50,000 جهاز جوال، وراح وأعطاهم إلى علي عشان يخبيهم في بيته، وعلي يدري إن محمد جاب الجوالات هذه من وين؟ من أموال ومصادر غير قانونية. ففي هذه الحالة محمد وعلي اثنينهم نقدر نتهمهم بجريمة غسيل الأموال. اللي تاجر بالفلوس، واللي يخبي الفلوس، واللي يوصل الفلوس، وأي أحد شارك في الجريمة وهو يدري إن مصدر المال هذا غير قانوني، فهو يتهم بجريمة غسل الأموال، فهو شريك في الجريمة. أي شخص conceal or disguise، يخفي أو يغير من إيش؟ من طبيعة الأموال هذه اللي جت من مصدر غير قانوني، أو يخبي على الجريمة. طيب، يساعدهم في إنه يخفي معلومات عن هذه الجريمة، مع إنه مع العلم إنه يدري إن مصدر هذه الأموال مصدر غير قانوني. أيضا أي شخص يحرض أو يدافع عن المجرمين اللي يساهموا في غسيل الأموال، اللي يرتكبوا غسيل الأموال، يسهل عليهم جريمة غسيل الأموال. طيب، a person committing a crime of money laundering، الأشخاص اللي ذكرنا أنهم يتصرفوا هذه التصرفات، فنقدر نتهمهم ونثبت تهمتهم أنهم يرتكبوا غسيل الأموال، وش تكون عقوبتهم؟ shall be punished by a term of imprisonment not exceeding 10 years، سجن مدة لا تتعدى 10 سنوات، and a fine not exceeding 5 million riyal، وغرامة لا تتعدى 5 مليون ريال، أو إحدى هذه العقوبتين. A money laundering crime shall be deemed a crime separate from the predicate offense. هنا نقول إن جريمة غسل الأموال لازم تكون، يعني تكون مفصولة عن أي جريمة أخرى مرتبطة فيها، وكل جريمة لها عقابها خاص فيها. يعني مثال، أحد الأشخاص يحصل على أموال من خلال المتاجرة بالمخدرات، صح؟ المتاجرة بالمخدرات بروحها تعتبر جريمة، وغسيل الأموال اللي هو يسويه بالفلوس اللي تجيه من المتاجرة بالمخدرات
جريمة منفصلة. فعقوبة حيازة المخدرات هذه عقوبة منفصلة، وعقوبة غسيل الأموال عقوبة منفصلة، كل جريمة منفصلة عن الأخرى. طيب financial institutions، المنظمات والهيئات التجارية والشركات shall not carry out any financial or commercial transactions or other activities under an anonymous or fictitious name. مفروض انهم ما يتخذوا اجراءات، ما ياخذوا اي صفقة، وما يجروا اي عملية تجارية تحت اسماء وهمية او مجهولة. nor shall they open or deal with digital accounts. وممنوع انهم يتعاملوا مع حسابات وهمية. the identities of clients shall be constantly verified according to official documents. لازم ان هويات العملاء اللي بتتعامل معهم الشركة تكون موثقة بمستندات رسمية عشان يتجنبوا الوقوع مثلا في تعامل مع اشخاص تعاملوا بغسيل الاموال. ايضا الشركات والهيئات التجارية shall keep all records and documents for a period not less than 10 years from the date of concluding the transaction or closure of account. الشركات مفروض انها تحتفظ بجميع المستندات وجميع الحسابات لمدة لا تقل عن 10 سنوات بعد اغلاق الحساب. يعني مثلا لو احد الاشخاص عنده حساب في البنك الاهلي، طيب قفل حسابه، قرر اليوم انه يقفل حسابه، البنك الاهلي واجب عليه انه يحتفظ بمستندات هذا الشخص لمدة ما تقل عن 10 سنوات. طيب وش بعد؟ shall give due diligence to complex and unusually large transactions and all types of unusual transactions. الشركات هذه لما تلاحظ انه صار نشاط غير اعتيادي، صار مثلا فجأة جتهم اموال طائلة، فيعرفوا ان هنا في مشكلة، في غلط في الموضوع، فلازم انهم يراعوا الانتباه لهذا الحدث غير الاعتيادي ويبحثوا وراه ويحققوا فيه عشان يتأكدوا انه ما يكون غسيل اموال. طيب لو اكتشفوا انه في غسيل اموال في الموضوع، وش مفروض انهم يسووا؟ report such transaction to the financial intelligence unit immediately. عطول يبلغوا عن هذه الجريمة. أيضا provide the financial intelligence unit with a detailed report including all available data and information. ويعطوهم جميع المستندات وجميع الوثائق والأدلة اللي فيها المعلومات اللي تدين مثلا أحد الأشخاص بأنه مرتكب جريمة غسل الأموال. طيب لو أحد الأشخاص أو أحد الشركات اكتشف أو اشتبه في أحد الأشخاص أنه يرتكب غسيل أموال، واجب عليه not alert clients or allow them to be alerted of any suspicions regarding their activities. المفروض أنه ما ينبه هذا الشخص ولا يشير له ولا يعني خليه ينتبه أنه ترى أنا مركز أن أنت قاعد تسوي غسيل أموال، لأن مجرد هو هذا المجرم يكتشف أنه في أحد مراقبه، في أحد اكتشف جريمته، أكيد أنه يعني بسرعة مثلا بيخبي مستنداته وبيخفي الأدلة، فبيعني بتستر على نفسه. فالمفروض أنت مجرد ما تشتبه بشخص ما تبين له أنك اكتشفت أبدا. طيب الأموال هذه اللي صارت في جريمة غسل الأموال، أثبتت في جريمة غسل الأموال، جميع هالممتلكات والأموال هذه تصادر لمدة for a period not exceeding 30 days، مدة ما تتجاوز 30 يوم للأموال المتضمنة المرتبطة بعمليات غسيل الأموال، تصادر لمدة لا تتجاوز 30 يوم. طيب احنا قلنا عقوبة الشخص المتهم بغسيل الأموال 10 years and a fine not exceeding 5 million riyals. في عندنا عقوبة ثانية لو ان هذا في عندنا عقوبة ثانية 15 years and a fine not exceeding 7 million riyals. متى هذه العقوبة تكون؟ اذا كان هذا الشخص اللي قاعد يرتكب غسيل اموال
يسوي هذا الجريمة من خلال organized crime، جريمة مع عدة أشخاص، جريمة يعني مع تعاون مع عدة أشخاص. أيضا إذا كان بالعنف أو استخدام السلاح، أيضا إذا كانت الجريمة أو إذا كان المجرم public office يعني موظف حكومي، إذا كان أيضا إذا كان أيضا يستغل النساء والقصر. طيب بش بعد، إذا كانت إذا ارتكب الجريمة commits the crime through correctional, charitable or educational institution، إذا ارتكب الجريمة في مثلا مدرسة أو في معهد أو في منشأة تدريبية أو منشأة خيرية، فلما فهذه عندنا في هذه الحالات تكون عندي العقوبة، عقوبة غسيل الأموال 15 سنة سجن وغرامة 7 مليون ريال. طيب عقوبة أخرى لمين؟ للتشيرمن، بورد ممبرز، أونرز، مانجرز، إمبلويز، أثرايزد ريبريزنتيف، هاير تانس، للمدراء، موظفين، المالكين. هذه عقوبتهم تكون فاين نت اكسيدينج 500,000 ريال و 2 years.